جدا، يهتم لأمر الآخرين ومفكر عظيم. يربط الناس أحيانا بين كونه رياضيا وبين اتخاذه قرارات سريعة بشأن بعض الأمور، لكني لا أرى الأمر كذلك. في نشأته أمسك مضرب الكريكت بكلتا يديه دون أن يعرف أنها بداية الطريق إلى الإمساك بزمام القيادة والانخراط بالسياسة. في مقاطعة لاهور نفذنا الحملة لحوالي 14 يوماً والتقينا حوالي 72 عضواً. بعدها وفي فورة الحركة القضائية أجرينا حملة دعائية، وخلالها أطلقنا شعار رمز التغيير وقدمناه له فأعجبه، ثم واصلنا طريقنا، ومنذ ذلك الحين انطلقت حركة التغيير. هو شخص يجعل من المستحيل ممكناً بمشيئة الله، يفعل كل ما يفعل من أجل بلده ومن أجل الشباب في باكستان. التقيته أول مرة في أكتوبر عام 1996. كان هناك لقاء ضيق ضمن فعالية وقلت أريد أن أقول شيئا عنك. قال تفضل، فقلت بل على الميكروفون. فطلب من المنظمين دعوتي فألقيت كلمة قصيرة دقيقتين أو ثلاثا، وبعدها خلال كلمته ذكر اسمي، وقد حمسني هذا كثيرا. هو من شجعني. قالوا لي من الصعب أن تعرفي كيف يفكر هذا الرجل الذي يحكم بلادا تحتشد فيها الأزمات بالجملة وتتحرك الصراعات على حدودها لتصبح محط أنظار العالم، وهذا ما دفعني للخوض في تفاصيله بحثا عن جانب آخر لأحد أبرز قيادي العالم الإسلامي وأكثرهم تأثيرا. لاهور واحدة من أقدم المدن في العالم، تقع في الطريق بين دلهي وآسيا الوسطى. هي مركز ثقافي، مدينة قديمة، كانت مدينة حدائق. وقد نشأت في واحدة من أفضل مدارس باكستان قريباً من منزلي، ولعبت الكريكت في أحد أجمل الملاعب في باكستان، كان أيضاً قريباً من منزلي. كان منزلي في ضواحي لاهور، ونشأت في ما يشبه المزرعة. أما الآن فهي في وسط المدينة، فقد توسعت المدينة كثيراً. أنت الابن الوحيد بين أربع فتيات، هل تمنيت أن يكون لك شقيق؟ لطالما تمنيت أن يكون لي شقيق، دائماً، فقد كنت أمارس الرياضة في الخارج، كنت دائماً خارج المنزل، شأن من ينشأ في مزرعة. كانت لدي بندقية هوائية وأسقاط، وأحاول لعب الكريكت، وتقتل أن يكون لي إخوة. أحياناً كنت أدفع أخواتي للعب معي، لكنهن لم يرغبن بلعب الكريكت. كيف تصف والدك وما الذي تعلمته منه؟ My father was a brilliant man. والدي كان ألمعياً، كان رياضياً، عبقري رياضيات. أرادني أن أعمل معه، أنشأ شركته الخاصة، أول شركة استشارات في باكستان أقامها في باكستان، كانت شركة هندسية. عندما أنهيت الدراسة الجامعية أقام لي مكتباً كي أعمل في شركته، فقلت أمهلني عاماً واحداً للعب الكريكت وسأعمل معك. فلعبت الكريكت 20 عاماً. استحوذت لعبة الكريكت على اهتمامك منذ الشباب، فلماذا الكريكت؟ الكريكت لأن أمي كانت لها أختان أكبر منها، وابناهما مثلا باكستان في الكريكت. أحدهما لعب الكريكت في أوكسفورد، وأحدهما في كامبريدج. كلاهما كانا قائدي فريق باكستان للكريكت، كانا أكبر مني وكانا بطلي وقدوتي. وفي العائلة كل أبناء العمومة لعبوا الكريكت. أمي كان لها أخ واحد وأيضا كان لاعب كريكت، كان هذا يسري في العائلة. استكملت تعليمك الدراسي في مدرسة القواعد الملكية في إنجلترا، كيف تعاملت مع البيئة المختلفة ثقافيا تماما عن لاهور؟ لم أغادر باكستان حتى ذهبت إلى إنجلترا في سن 18. تم اختياري لتمثيل المنتخب الوطني. كنت وعدت أمي أني سأكمل تعليمي، وكنت ما زلت طالباً عندما اختاروني، فالتحقت بفصل القواعد لأنهي المستوى الأول لعام واحد.
وكانت أصعب سنة في حياتي. لم أجرب شتاء إنجلترا من قبلها. نحن نحب الشتاء في باكستان، هو أجمل أوقات السنة. في إنجلترا برد وأمطار، وكنت في مدرسة داخلية لا أخرج من البيت. نشأت في مكان اسمه زمان بارك، حيث عائلتي وأبناء عمومتي، وفجأة ألتقي أناساً جدداً في مدرسة داخلية وأدرس بعد عام من الانقطاع. أظن أنه حتى تلك المرحلة من حياتي كان ذاك العام الأصعب. لماذا وقع الاختيار على دراسة الاقتصاد والسياسة في جامعة أكسفورد؟ درست السياسة والاقتصاد في أكسفورد لأني كنت دائماً مهتماً بالسياسة والعلاقات الدولية، السياسة العالمية وسياسة العالم الإسلامي، لطالما كنت مهتماً بها. أما الاقتصاد فلم يرق لي كثيراً، فأبليت بلاءً حسناً في السياسة لا في الاقتصاد. حققت انتصارات متتالية في الكريكت حتى توجت بكأس العالم للكريكت عام 1992. هل تذكر لحظة الفوز هذه؟ عندما تصلين لتكوني من بين أفضل 11 لاعب كريكت في بلدك ثم تنافسين على المستوى الدولي، يكون هناك الكثير من الشغف والجهد والكثير من خيبات الأمل. يعلمك هذا خوض الصراع. ومشكلة الناس عندما يحاولون تحقيق بعض الأهداف أنهم عندما يواجهون المصاعب يستسلمون. لذا تكسبك الرياضة القدرة على تحمل الصعوبات ومواجهتها، كيف تواجهين الخسارة وكيف تنهضين من جديد. تمنحك قوة العقل، تحققين انتصارات وتتعرضين لهزائم، فتتعلمين ألا تصابي بالغرور حين تفوزين وألا تفقدي صوابك حين تخسرين. وعندما تبذلين جهودا جبارة ثم تحققين الانتصارات هناك شعور رائع بالرضا. لقد شاركت في بطولة كأس العالم لأني أردت بناء مستشفى لعلاج السرطان، وكان علي الفوز بكأس العالم لتقديم ما يكفي من الدعاية للمستشفى، وإلا لكنت اعتزلت قبل ذلك، فشغفي بالكريكت كان قد أفل. وعندما فزنا بكأس العالم كان الشعور بالرضا عارما، فتلك كانت مباراة الدولية الأخيرة، وفي الوقت نفسه مكنني ذلك الفوز من بناء مستشفى السرطان. And at the same time that win made me build this cancer hospital. كما تقول بأن الرياضة تعلمك تتقبل الربح والخسارة. عمران خان، كيف ينظر إلى الخسارة وكيف يتقبلها؟ When you first start playing and when you lose. في بدايتك في اللعب عندما تخسرين لا ترغبين في الاستيقاظ في اليوم التالي، تصابين بالاكتئاب. But gradually you understand. لكنك تدركين تدريجياً أن الفشل خير معلم، فهو يمنحك الفرصة للبحث في أعماقك وتحليل أخطائك. أين أخطأت؟ ثم تصححين أخطائك، ثم تصارعين من جديد وتعملين بجد وتعودين أقوى من ذي قبل. وهكذا دورة الحياة. الحياة ليست صعوداً متواصلة، والدرجة التي تصعدين إليها تعتمد على تعاملك مع النزول. وقد أصبح هذا مبدأي في الحياة وفي السياسة أيضاً. أثناء بناء المستشفى، وهو أمر صعب للغاية أن تبني مستشفىً متخصصاً لعلاج السرطان. Build a specialized cancer hospital. I want to talk a lot about the hospital and your mother. Let me ask you this question. لماذا اعتزلت لعبة الكريكت في وقت كنت تتصدر فيه الساحة الرياضية؟ لقد تركتها قبل ذلك بأربع سنوات، لكن رئيس البلاد حينها طلب مني العودة للعب الكريكت، فقد كنت في القمة. لعبت حينها من أجل المستشفى فقط. بعبارة أخرى، مستشفى السرطان الذي كنت بصدد بنائه تطلب مني جمع الكثير من التبرعات، فشعرت بأني إذا لم أكن تحت الأضواء فلن أستطيع جمع المال. لهذا وصلت اللعب. وعندما فزنا بكأس العالم عرفت أني سأحقق ما أصبو إليه. كان شغفي قد أفل، فأردت أن أفعل أشياء أخرى في الحياة. تحب والدتك كثيراً. ما
هذا التأثير الذي تركته فيك لدرجة أنك سعيت بكل ما تملك لإنشاء مستشفى يتخصص بعلاج السرطان، وهي التي ماتت بالسرطان. I was the only son. كنت ابنها الوحيد بين 4 بنات، وكما تعرفين الأمهات يحببن الابن أكثر من البنات، لكنها أحبتني كثيرا. كنت الأقرب لوالدتي. كانت وفاتها بالسرطان مؤلمة للغاية، رأيتك معانا، وقد جعلني هذا أقول ها أنا ذا نجم كريكت في ذلك الوقت. ومع ذلك علاج السرطان مكلف للغاية، فماذا عن مصابي السرطان الآخرين؟ إلى أين يذهبون؟ فقد صحبت والدتي إلى خارج باكستان للعلاج، إذ لم يكن في باكستان مستشفى متخصص في علاج السرطان. وهكذا فإن سبب بنائي للمستشفى أني شعرت أن الفقراء يضطرون لبيع كل شيء من أجل علاج السرطان. صحيح أنني بنيته تخليداً لذكرى والدتي، لكنه في الحقيقة للفقراء، وهو مستشفى السرطان الخاص الوحيد في العالم الذي يتلقى 70% من مرضاه علاجاً مجانياً، وهو مستشفى خاص. كيف حولت هذا المستشفى من فكرة إلى واقع؟ كان ذلك صعباً جداً. لو لم أكن قد تعلمت من الكريكت كيف أخوض الصراعات لما تمكنت من بناء المستشفى. كان أمراً مرهقاً للغاية. كان علي جمع الكثير من التبرعات، ولم يكن لدى أحد فكرة عن كيفية بناء مستشفى متخصص في علاج السرطان في باكستان. فجبت البلدان وقابلت أطباء في أمريكا، أطباء باكستانيين يعملون هناك، وابن عمي كان يعمل في أمريكا، هو ساعدني في تنظيم موقع المستشفى، هو ألمعي الذكاء عبقري، تولى موقع المستشفى وجمعت أنا المال وتحولت إلى جامع تبرعات. كنت قبلها انطوائياً، لا ألتقي الكثير من الناس، كنت خجولاً، وأصبحت أكبر جامع للتبرعات في باكستان. المقربون منك قالوا لي تغير كثيراً بعد وفاة والدته، تغير للأفضل. لو كانت والدتك اليوم على قيد الحياة، ماذا كانت ستقول لك وأنت اليوم رئيس وزراء باكستان؟ كانت امرأة وطنية. أمي وأبي نشأ في ظل استعمار الهند. نشأنا في ظل استعمار الإنجليزي للهند ولما يعرف اليوم بباكستان. وعندما كبرت كنت من الجيل الأول الذي ينشأ في باكستان المستقلة. أذكر أنها كانت وطنية شرسة، وكرهت حقيقة أننا بعد أن كنا أمة قوية في هذا العالم أصبحنا أمة تابعة. أظن أنها كانت شخصا أبيا يريد لباكستان الرفعة. وأبي فكلاهما شاركا في حركة تحرر باكستان. لقد رحلت منذ زمن طويل، وأظنني بعد أن بنيت المستشفى بعد صراع مرير، وهو يسمى صدقة جارية، أعني عندما تبني شيئا يفيد منه الناس ويدعون، فإن هذه الدعوات صدقة لها. وفاة والدته نقطة مفصلية في حياته، حول فيها الألم إلى أمل، أمل لم يسكن وجدانه فقط. فوسط تعقيدات المشهد السياسي في باكستان، اتكأ عمران خان على شعبيته وقدرته على التأثير ليفاجئ المخضرمين في السياسة، محققاً رقماً صعباً غير المعادلة في منعطف تاريخي تشكل مع ولادة حزب إنصاف عام 1996. من الرياضة إلى السياسة، ما الذي دفع بشخص يملك بريق الشهرة إلى الخوض في السياسة ودهاليزها المعتمة إن صح التعبير؟ في الحقيقة بعد وفاة والدتي ذهبت باتجاه الروحانيات وبدأت أغير اتجاهي. وأظن أن الإنسان في مرحلة ما في الحياة يسأل نفسه سؤالين: ما الغاية من الوجود؟ وما الذي يحدث لنا بعد أن نموت؟
وعندما تتعمقين في هذين السؤالين يقودانك إلى الروحانيات. تحولت إلى ذلك الاتجاه إذن، وبعد أن بنيت المستشفى كنت أشعر دائماً أن باكستان يجب أن تكون دولة رفاه على خطى المدينة المنورة. دولة المدينة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول دولة رفاه في تاريخ البشرية، والهدف الأسمى الذي وضعه مؤسسو باكستان نصب أعينهم هو أن باكستان يجب أن تكون دولة رفاه. لذا أولاً أردت لباكستان أن تكون دولة رفاه، فهي ليست كذلك. وثانياً حكمتنا أسرتان فاسدتان وكنت أعرفهما، بنظير بوتو ونواز شريف. لقد أتيا إلى السلطة وكانا فاسدين وبدأ يجمعان الثروة. الفساد يدمر البلد. البلدان الفقيرة فقيرة ليس لأنها تفتقد إلى الموارد، بل لأن قادتها فاسدون. اليوم دول العالم النامي فقيرة لأن النخب الحاكمة، رؤساء الحكومات والوزراء والرؤساء في الدول النامية يختلسون الأموال ويغسلونها في حسابات في الخارج. أسمي حزبي إنصاف، فإذا ساد الإنصاف لن يكون هناك فساد. عام 1996 أسست حزب إنصاف جاستس. ما هو الإنصاف الذي كنت وما زلت تسعى إليه؟ A society is only civilized when it has rule of law. يصبح المجتمع متحضرا عندما يسوده القانون. مرة أخرى، في دولة المدينة التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان المبدأان الأساسيان حكم القانون، العدالة والإنصاف، والثاني كان دولة الرفاه. لدينا هذه النخبة الحاكمة الفاسدة، إذا لم تخضعهم لحكم القانون ضاع مستقبل البلد. فعندما يبدأ رئيس الوزراء والوزراء يسرقون من بلدهم، فإن البلد لن يتحمل. في لبنان الآن على سبيل المثال، بيروت كانت تعد باريس الشرق الأوسط، لكن بسبب فساد النخبة الحاكمة أصبحت دولة فاشلة. لهذا كانت معركتي في باكستان ضد النخبة الحاكمة الفاسدة التي كانت تدمر وتفقر بلدنا وتقودنا إلى الاستدانة. It's a government which has come on a fake, rigged election, fake mandate. They should resign and there should be re-elections in Pakistan. هل هذا ما دفعك لقيادة المجتمع الباكستاني للخروج إلى الشارع وقبت حراك كامل؟ Yes, it was. نعم صحيح. أولاً أردت لباكستان أن تكون دولة رفاه، وثانياً أن يسود حكم القانون، ومن خلال سيادة القانون نكافح الفساد. كانت هناك عائلتان متحصنتان، لم يكن حزبين سياسيين، كانا حزبين عائليين. العائلة تتوارث الحكم، لذا كانت مكافحتهما أشبه بمكافحة مافيا. كانتا تتحصنان بالمال وموارد الدولة، كان صراعاً مليراً ضدهما. أولاً، إزاحة نظام الحزبين في الديمقراطيات مسألة صعبة. في إنجلترا نظام الحزبين قائم، وفي الولايات المتحدة، وعندما يكون لديك نظام حزبين يصعب على حزب ثالث أن يدخل المعترك، لذا كان الصراع مريراً. ثم إنه صراع ضد أناس سريع التحرك لديهم المال والإعلام ويستخدمونهما ضدك، كان صراعاً شرساً. نتيجة هذه المواقف دخلت السجن كمعتقل سياسي. كيف كانت تجربة السجن؟ لحسن الحظ لم تطل إلا أسبوعاً. أحياناً أفكر لو أني سجنت فإني لن أبقى على قيد الحياة. فلدي حياة حافلة، أحيا حياة نشطة، وفجأة لم يكن لدي ما أفعله. وأذكر أن اليوم لم يكن يمضي، لم أكن أعرف كيف أقضي وقتي. حصلت على بعض الكتب، لكن لم أجرب شيئاً كهذا. في حملاتك الانتخابية انتقدت السياسة الأمريكية والأوروبية على حد سواء، وأنت الرجل المنفتح على الغرب. كيف توافق اليوم بين تفهمك للغرب ومصالح بلادك؟
إنني أفهم السياسة الغربية أكثر من معظم الناس، فقد أمضيت وقتا طويلا هناك. مثلا كان مأخذي الأساسي الحرب في أفغانستان، شعرت أن كان ضربا من الجنون ما فعله في أفغانستان. لم يكن لأي أفغاني شأن بأحداث 11 من سبتمبر، ومن أجل أسامة بن لادن وبضع مئات من أعضاء القاعدة تحتل بلدا بأكمله ولعشرين عاما، ولا أدري ما الذي حاولوا أن يحققوا. فلا أحد متأكد ماذا كانت الأهداف. إذا كانوا يريدون القاعدة فقد انتهى أمرها بعد سنتين أو حتى بعد عام بمعظمها. فماذا كان الهدف؟ بناء البلد؟ تحرير المرأة الأفغانية؟ الديمقراطية؟ مهما كان الذي يحاولون تحقيقه هو لم يكن ممكناً بالوسائل العسكرية والعمليات العسكرية. ولطالما انتقد وقلت إن أهدافهم لا تتحقق بالحل العسكري. انتقدت هذا الموقف الإمبريالي، أن كل من يعارضك هو ضدك. انتقدت سياسة حكومتي، وهذا لا يعني أني أقف ضد باكستان. راكم عمران خان من تجربته السياسية في مقارعة السلطة ليقرر الخوض في الجولة الأكبر دون أن يمل أو ينكسر أمام خصومه رغم الخسائر. تمسك بحلمه مؤمناً بدعم الشعب له، حتى تحقق الحلم برمية بارعة من لاعب الكريكت الذي اعتلى سدة الحكم في العام 2018 ليصبح رئيس الوزراء 22 لجمهورية باكستان الإسلامية. بعد نضال سياسي من عام 1996 وصولاً إلى 2018، 20 عام، أكثر من 20 عام، وصلت إلى رئاسة الوزراء. كيف كان وقع الفوز عليك؟ If you treat politics as a profession, لو تعاملت مع السياسة كمهنة لما خضت المعترك السياسي، فقد كان لدي كل شيء. كنت ربما أشهر شخصية في باكستان، ولدي ما يكفي من المال في حياتي. إذن لماذا أتوجه إلى السياسة؟ فلم تكن لتضيف لي شيئاً. الناس يتجهون للسياسة لسوء الحظ في بلدنا، لا أحد يعرف من هم، إما لشني المال أو ليصبحوا وزراء. بالنسبة لي كانت رسالة. شعرت أن بلدي منحني الكثير، ولطالما أردت. في الكريكت مثلاً، عندما بدأت اللعب كنا في أسفل الترتيب، وعندما غادرت كنا البطل. فأنا أشعر بالفخر حين أرى بلدي ينهض. نظريتي أن أناساً مثلي لديهم كل شيء، نحن من يجب أن يخوض معترك السياسة بدلا من أولئك الذين أتوا إلى السياسة لجني المال. وهكذا هي بالنسبة لي رسالة. وعدت قبل الفوز بأن تحارب الفساد في باكستان خلال 90 يوم، اليوم مرت أكثر من 3 سنوات، إلى أي مدى تعتقد بأنك حققت ما وعدت به؟ لطالما قلت إن الفساد الرئيسي، وهو فساد رئيس الوزراء والوزراء، قلت إن هذا سينتهي خلال 90 يوماً. ولا أظن أحداً يستطيع أن يشير إلى فساد لدى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء. لا أحد. وإذا ما ظهر فساد لدى أحد وزرائي سأكون أول من يحقق في الأمر. لقد أطلقنا استجواب السكر الذي طال عدداً من أعضاء حزبنا. إذا ما مارس أحد الفساد في حكومتي أو من وزرائي، أنا سأتحرك وأطلب من أي كان أن يشير إلى فساد في حكومتنا. لكن هناك بالطبع نوعان من الفساد، أحدهما وهو المدمر للبلاد على مستوى الحكومة، وهناك فساد المستويات الدنيا، وهذا أصعب بكثير. فعندما يعتاد المجتمع الفساد، وعندما يعتاد الموظفون الحكوميون في المستويات الدنيا تلقي الرشاوى، فإن هذا يتطلب مزيداً من الوقت. وفي باكستان نأمل من خلال الأتمتة أن نتخلص من الفساد، حيث يقل الاحتكاك بين الموظفين الحكوميين وبين الناس، كهيئة التحصيل الضريبي على سبيل المثال. هذا ما نحاول فعله، أن نفعل الأتمتة. أغلب السياسيين في باكستان يعينون أقربائهم في مناصب حساسة بحجة ضمان الولاء، دعني أقول. أنت لم تقم بذلك، ألا تخشى أن يتآمر عليك من حولك؟ قدوتنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كانت صفتاه العظيمتان الصادق الأمين. كان صادقاً
وكان أمينا. عندما تكونين أمينة وتانك الميزتان هما الأهم في القائد، فعليك أن تعيني الناس تبعاً لكفاءتهم، ليس لأنهم أصدقاؤك أو أقرباؤك، بل لأنهم يستحقون أن يكونوا في المنصب. وإذا نظرت إلى الديمقراطيات الغربية الناجحة، القادة أمناء وصادقون ويكافئون من يستحق. فقط عندما تكره الشعوب القيادة السيئة وعندما لا يكون لديهم دستور قوي، عندها يعينون أقاربهم وأصدقائهم. المعارضة تتهم سياستك الاقتصادية بالتخبط والفشل في تخفيف معاناة رجل الشارع، بماذا ترد على هذا الاتهام؟ لقد ورثنا أصعب وضع واجهته حكومة باكستانية يوما. ورثنا أعلى مديونية على الإطلاق، ورثنا أكبر عجز مالي وعجز في ميزان المدفوعات، عجز هو الأكبر. وعندما يكون بلد ما في وضع كهذا، يستغرق خروج البلد من العجز وقتا. فببساطة أنت تحاولين رفع الدخل وخفض الإنفاق، وعندما يكون العجز كبيرا، نفقاتك كبيرة والدخل منخفض، فإنك كي ترفع الإيرادات وتخفض النفقات تحتاجين إلى وقت. وقد كنا نبلي بلاء حسنا حتى جاءت كورونا، وأثر كوفيد-19 في العالم بأسره. وباكستان كما تقول الإيكونوميست هي الدولة الثالثة في تخطي آثار الوباء. لقد تعاملنا مع الفيروس وكذلك مع الاقتصاد، وجدنا أفضل الطرق. لكن لدينا وضع غريب اليوم، أسعار السلع في أعلى مستوياتها، تضاعف سعر الزيت، السلع الغذائية كافة التي نستوردها كزيت الطعام والحبوب والعدس كلها في ارتفاع، وأجور النقل ارتفعت. لذا فإننا نعاني تضخماً مستورداً، وليس هذا في باكستان وحدها، بل إن اقتصادات الدول النامية كافة تواجه هذا التحدي. لديك توجه لتنظيم القطاع التعليمي لا سيما المدارس الدينية، ألا تخشى من ردود أفعال حادة، دعني أقول من الجماعات الدينية التي ترى بأن مدارسها خط أحمر؟ في باكستان ورثنا 3 أنظمة تعليمية متوازية. نظام صغير لنخبة قليلة، إذ يدرس حوالي 800,000 باكستاني في مدارس إنجليزية متوسطة، وحوالي 33 مليون طالب يدرسون في مدارس أردو متوسطة، ومليونان ونصف المليون في المدارس الدينية. إذن هي 3 أنظمة متوازية، ونحن نحاول أن نقرب بينها، أن يكون لدينا منهج وطني أساسي، ونحاول أن نساعد المدارس الدينية من خلال الاستشارات، وأن نضيف للمواد الدراسية فيها كي يتآلف تلامذتها مع التيار العام. والمدارس الإنجليزية المتوسطة نعلمهم الأردو، ولدينا منهاج أساسي للجميع حتى الصف الخامس، ليصبح لدينا نظام موحد للتعليم. وقد كانت هناك صعوبة فعلاً، فلسبعين عاماً كان هذا النظام الثلاثي سارياً، لكن أظن أن هناك إجماعاً في باكستان على أننا نحتاج، كما هو الحال في كل مكان من العالم، إلى منهاج أساسي للجميع. تم تصنيفك أكثر من مرة بأنك واحد من أبرز 500 شخصية مسلمة في العالم وأكثرها تأثيراً. كقيادي مسلم، هل لديك أي استراتيجية لتوعية الغرب حول الإسلام الحقيقي؟ مشكلة القادة المسلمين أنهم لم يحاولوا حقيقة أن يشرحوا جوهر الإسلام الحقيقي لدول الغرب. لذا عندما يتناول الإسلام من خلال الدعاية المسيئة، لا تجد ردوداً فكرية مناسبة لدى القيادات المسلمة.
لذا نواجه ظاهرة الإسلاموفوبيا خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. لم يكن هناك رد فعل من قبل القيادات المسلمة. فالإرهاب لا علاقة له بالإسلام. الإرهاب في الحقيقة لا علاقة له بأي دين. عندما تقولين الإرهاب الإسلامي تصمين المسلمين كافة، والناس لا تدرك الفرق. كيف لشخص عادي في الغرب أن يدرك الفرق بين المسلم المتعصب والمسلم المعتدل؟ هذه المصطلحات تسببت بالإسلاموفوبيا، ولسوء الحظ القياديون المسلمون لم يشرحوها لدول الغرب أو للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة عانى المسلمون في الغرب جراء الإسلاموفوبيا. As a result, Muslims in the Western countries have suffered from Islamophobia. في ظل تقاعس القاعدة عن تصحيح هذه الصورة، كيف ممكن أن يكون هناك حلول فعلياً لحالة تصاعد الإسلاموفوبيا هذه؟ It has to be a joint response. الاستجابة المشتركة ضرورة. يجب أن تكون هناك استجابة من قبل القادة المسلمين، وهناك محافل كالأمم المتحدة، اجتماع الجمعية العمومية كل عام، حيث يصدرون رداً مشتركاً. هكذا سيحدث فرق. عمران خان وحده لن يحدث فارقا كبيرا، لكن حين نجتمع كل ما علينا فعله هو أن نفهمهم أن لدينا علاقة مختلفة تماما بالدين عن علاقة الأوروبيين والدول الغربية بالدين. هم يتفاجؤون عندما يهينون أو يهزؤون من نبينا، يتفاجؤون من رد فعلنا، لأنهم يتعاملون مع الدين بطريقة مختلفة عنا. فكل ما علينا فعله أن نفهمهم أننا عندما يهزأ أحد من نبينا فهذا أمر مؤلم للمسلم، لأنه يسكن قلوبنا، أنهم يسببون لنا الألم دون أن يعلموا. You as a leader, did you try to do that? Oh yes, I in the United Nations in my first address. نعم، في خطابي الأول في اجتماع الأمم المتحدة قلت هذا. شرحت للمجلس أن نبي الإسلام هو أعز شخصية على قلوبنا. نحبه ونحترمه ولا نتحمل أن يهان، كما في حالة اليهود. الهولوكوست بالنسبة لهم مسألة مؤلمة، وهذا مفهوم، ولا يحبون حتى أن يتحدث أحد عنها من وجهة نظر مختلفة. يشعرون بالإهانة، هذا يؤلمهم. لذا تجد دول الغرب تحترم هذا، يتعاملون مع الهولوكوست بحساسية عالية، ونريد منهم أن يتعاملوا عندما يتحدثون عن نبينا بالحساسية نفسها. لكن هذا لن يحدث إلا إذا اجتمعوا وأثاروا القضية وأفهموهم هذا. If we as heads of Muslim state all together bring this up and make them understand this. المستوى الدولي، لكن على المستوى المحلي أطلقت هيئة رحمة للعالمين. إلى ماذا تهدف هذه الهيئة؟ You see, we in our country, people, I think. نحن في بلدنا أظن أن الناس يحبون النبي، ولا أدري إن كانوا في أي بلد آخر يحبونه بالقدر نفسه، لكن في هذا البلد يفدونه بأرواحهم. إذا ما ذكر أحد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بسوء فإن الناس يفدونه بأرواحهم. All I want is that, you know. وكل ما أريده هو أن يتحول هذا الحب إلى ما طلب منا النبي فعله بسنته وشريعته وطريقة حياته. فالقرآن يأمرنا بأن علينا أن نتبع النبي، فقد كان قرآنا يمشي على الأرض. هو جسد ما جاء في القرآن، لذا أمرنا أن نسير على خطاه. لذا أريد أن يتعلم الجيل الجديد أنه رحمة للعالمين. للسلطة جوانب عدة، وأحدها في الجامعات والكليات، ونريد أن يبحث في سيرة حياته كي يتعرف شبابنا على حياته وتاريخه وكيف غير العالم، كيف جعل من العرب قادة للعالم، ولم تتمكن القوتان العظميان حينها من مواجهة المعركة الفكرية، حيث أعلى قيمة الأخلاق لديهم جاعلاً منهم قادة.
وأن يفهموا أن هناك ثقافة غربية وأن هناك أيضاً ثقافة إسلامية. ولا يمكنك أن تجبر أحداً على اتباع شيء، لا إكراه في الدين. وعلينا على الأقل أن نمنح الشباب هذا الخيار، أن هناك طريقتين للحياة. هناك وسائل تواصل اجتماعي وأفلام غربية. الأي مدى تعتقد بأنك ستنجح في هذه المهمة، خاصة وأن الجيل الجديد متهم، دعني أقول البعض منه متهم بأنه جيل رقمي مهتم بالسوشيال ميديا متأثر بالغرب؟ I went as an 18-year-old to England. ذهبت إلى إنجلترا في 18 من عمري. أبطالي كانوا إنجليز، نجوم الموسيقى والأفلام والرياضيين كلهم من الأجانب، فحاولت تقليدهم. فأنت تتبعين قدوتك. كل ما أريده أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة الجيل الجديد، إذ كان أعظم إنسان ولد على هذه الأرض. لم يحقق أحد ولن يحقق ما وصل إليه في هذا العالم. كل ما أريده أن يتعلم الجيل الجديد صفاته وعظاته، وكيف غير شخصيات هؤلاء الناس، كيف جعل منهم هؤلاء القادة. كان رحمة للعالمين، أي رحمة للبشرية كلها لا المسلمين فقط. وأي إنسان يقتدي به فإنه سينهض، فقد أقام دولة رعاية ورفاه مسؤولة عن الضعفاء، ثم أقام حكم القانون، وأكد على أهمية التعليم، وأنشأ قادة أعاد تشكيل شخصياتهم. ما أقوله هو أن جيل الشباب يمكن أن يتوجه إلى العالم الرقمي أو إلى أي مكان، لكن عليهم أن يتعلموا عن حياة النبي. وهذه هي فكرة هذه السلطة، أن الجيل الجديد الذي أصبح متخماً بالمعلومات التي تقدمها وسائل التواصل يجب أن يتعرف على سنة النبي. They must also know the way of a prophet. تسعى لإرساء حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حياة الشباب. أنت كيف تطبق هذا النموذج؟ Well, it was about 30. حسناً، كنت في أواخر الثلاثين عندما أنهيت مشواري مع الكريكت وغيرت مسار حياتي من خلال رجل صوفي. وكل الصوفيين محبون للنبي، وهو غير اتجاهي، وهذا ما كنت أنا بصدده. هكذا تبدأ إعادة تشكيل شخصيتك، عندما تغيرين اتجاهك وتجعلين النبي قدوتك، تعيدين بناء نفسك، ليس ككبسة زر تشعل وتطفأ، بل هي إعادة بناء مستمرة للشخصية. عندما تصلين خمس مرات، كل ما تطلبينه من الله كل مرة أن يريك صراط الذين أنعم عليهم وقد أتم نعمته على نبيه محمد، وليس طريق الآخرين، ليس طريق الضالين. وتدعين طوال حياتك، أي أنك تحاولين طوال حياتك إعادة بناء شخصيتك. التحديات السياسية الداخلية لم تصرف عمران خان عن التطلع إلى لعب دور إقليمي فاعل في جوار يفيض بالأزمات المعقدة، ولا يغمض عينيه عن التحولات الجذرية في أفغانستان في وقت يعيد فيه تموضع باكستان إقليمياً ودولياً في تحالفات مغايرة جديدة لكسر ارتهان إسلام أباد للسياسات الخارجية. في ظل التطورات السياسية وسيطرة طالبان على أفغانستان، ما هي خيارات باكستان للتعامل مع الوضع الجديد؟ هو وضع صعب على باكستان. فالولايات المتحدة وهي القوة العظمى عاشت حالة من الصدمة جراء ما حدث في أفغانستان. فالناس في أمريكا ظنوا أنهم يقيمون دعائم الديمقراطية ويبنون البلد ويحررون النساء. هذا ما ظنه الأمريكيون. وفجأة عندما انهار النظام واستسلم الجيش الأفغاني دون قتال وعاد الطالبان للسلطة، لم يستوعبوا ما حدث وثار الغضب في الولايات المتحدة. هم لم يفكروا بمنطق. ما لم يفهموه، نتحدث عن 14 مليون أفغاني، إنهم بشر، وإذا لم يتلقوا مساعدة عاجلة، إذا لم يساعدوا هؤلاء الناس بسرعة، حيث 50% منهم دون خط الفقر، فستقع أزمة إنسانية ضخمة. الفوضى في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى إرهاب دولي مرة أخرى، ولديهم داعش.
وإذا ما حدث هذا عليك أن تتذكري أن أمريكا والناتو بقي في أفغانستان 20 عاماً، أنفقوا أكثر من تريليوني دولار. بعد كل هذا تخيلي ما إذا وقعت فوضى في أفغانستان، وإذا ما انحدرت الحال فيها إلى أسوأ مما كانت عليه عندما قدموا عام 2001. لذا من المهم أن يقدموا المساعدة، وإذا ما ساءت الأمور في أفغانستان فإن باكستان هي أول من سيعاني. فطول حدودنا مع أفغانستان 2600 كيلومتر. Because we have a 2,600 kilometer border with Afghanistan. في ظل هذا التوتر لدى الجارة أفغانستان، كيف يمكن أن تحمي باكستان منها؟ This is a big worry for us. It's هذا من أكبر مخاوفنا. إذا ما انزلقت أفغانستان في الفوضى، لن يكون بوسع باكستان أن تفعل الكثير. فعندما غادر السوفييت عام 89، وانزلقت أفغانستان في فوضى حرب أهلية ومات مئات الآلاف من الأفغان، كانت هناك موجة من اللجوء الأفغاني، وباكستان تؤوي فعلاً 3 ملايين لاجئ أفغاني. وإذا ما وقع مزيد من الاضطراب والفوضى فستعاني باكستان بالدرجة الأولى. لن نستطيع أن نفعل الكثير، وإذا ما أغلقنا حدودنا فكيف سنبرر تركنا لمن هم على الحدود في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية؟ سيكون وضعاً بالغ الصعوبة على باكستان. تحاول باكستان كسب تأييد الدول الإسلامية والعالم حول قضية كشمير، إلى أين وصلت هذه المساعي؟ We have raised it internationally. What is happening in Kashmir? ما يحدث في كشمير هو أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. 8 ملايين إنسان يعيشون في سجن مفتوح، وحوالي 900 ألف عسكري يبقونهم في هذا السجن المفتوح. أثرنا القضية في المحافل الدولية كافة. في منظمة التعاون الإسلامي تحدثنا إلى الدول الإسلامية، لكن لكل من الدول الإسلامية علاقاتها الخاصة مع الهند، لذا لا نتوقع الكثير. لكننا كباكستان واجبنا أن نثير قضية كشمير في المحافل الدولية كافة. بالحديث عن العلاقات الباكستانية الهندية، شهدت تهديد من وزير الداخلية الهندي بأن الهند قد تقدم على قصف مناطق انتقائية، دعني أقول، في باكستان. ماذا لو صدقت نيودلهي؟ كيف سترد باكستان؟ If they do any strike in Pakistan, Pakistan will respond exactly the way. إذا ما شنوا أي هجوم على باكستان، فسترد تماماً كما ردت عام 2019. عندما شنوا غارات على باكستان، سيكون على باكستان أن ترد. حكومة حزب باراتيا جناتا الفاشستي في الهند إذا فعلت ما فعلته ثانية، فهناك خطر نشوب مواجهة بين قوتين نوويتين. المجانين فقط يفكرون في جلب نزاع بين بلدين نوويين. الهنود كشعب عقلانيون، ومؤسف أن يحكمهم متعصبون. لا يتوانى خان في الإعلان عن موقفه حتى لو واجه عاصفة من النقد، فهو من اعتاد أن يقول كلمته بكل وضوح وجرأة. كان وما زال مادة إعلامية دسمة، سواء في معتركه السياسي أو حياته الشخصية التي اختار أن يبعدها تماماً عن الأضواء بعد وصوله إلى السلطة. السياسة، كيف تقضي وقتك؟ حسناً، هذه الأيام لا شيء يذكر. لقد انشغلت في السنوات الثلاث الماضية ولا حياة اجتماعية. الشيء الوحيد الذي أفعله هو أني أذهب إلى الجبال. في الصيف أقضي بعض نهايات الأسبوع في الجبال. هذا كل شيء. تحب الأشجار وسعيت لزراعة أكثر من 2 مليار شجرة؟ As a child I grew up. في طفولتي كنت أقضي العطل في جبال الهيمالايا.
فكنت على اتصال دائم بالطبيعة. كانت في الوجدان مني، وعلمت أن باكستان فيها أجمل المناطق الجبلية في العالم. ذهبت إلى سويسرا والنمسا، لكن لا جمالك الذي ترينه في باكستان، في جبال كاراكورام والهيمالايا والمناطق الجبلية. في وجداني دائماً أن التراجع البيئي يأتي من سماح الحكومات بتقطيع الأشجار والغابات، ما يدمر البيئة ويقضي على الحياة البرية. وقلت في نفسي إذا ما سنحت لي الفرصة فسأعيد زرع الغابات والأشجار لتعود الحياة البرية. لذا أطلقنا حملة إعصار 10 مليارات شجرة الطموحة كما أسميناها، وزرعنا حتى الآن 2.5 مليار شجرة. ما شاء الله، ترتدي في كثير من الأحيان الزي الباكستاني، ما الذي يعنيه لك؟ It means that I'm a prime minister of a country. يعني أنني رئيس وزراء بلد يلبس 95% من سكانه هذه الملابس. فمن أمثل؟ هل أمثل هذه الأكثرية من 95% أم أقلية النخبة المقلدة للغرب؟ أنا أعتبر أنني باكستاني كشعبي، ولا أتخيل أنهم يحبون أن يروا قائدهم لا يمثلهم. لدينا عوالق استعمارية للأسف في المستعمرات السابقة، حيث ترغب النخبة في تقليد المستعمر. هذا ما يرتديه شعبي، مع أني قد أرتاح في اللباس الغربي أيضاً، لكن بما أن رئيس الوزراء يمثل شعبه، لهذا أرتدي زي الباكستاني. أصبت بكورونا، كيف كانت هذه التجربة؟ أنا وزوجتي أصبنا بكورونا في الوقت نفسه. كانت 5 أيام صعبة، نمنا كثيراً، فلم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة. لكني في اليوم السابع عدت أمشي، لكن بضعف. استغرقني التعافي منه 8 أو 9 أيام. رفضت إغلاق البلاد في فترة كورونا، والسبب؟ لسبب واحد بسيط. إذا ما أغلقت بلدي، ماذا سيحدث لعمال المياومة وغير الموظفين الذين يخرجون كل يوم لإطعام أسرهم؟ لو أغلقت الاقتصاد، ماذا كان سيحدث لسائق الأجرة والحافلات والذين لديهم بضائع عليهم بيعها لإطعام أسرهم؟ رفضت أن أسحق الفقراء، لذا خرجنا بالإغلاقات الذكية، أغلقنا مناطق بعينها. لكني لم أكن لأتحمل، كانوا سيموتون من الجوع. تريدين أن تنقذ الناس من كورونا لكن تقتليهم جوعا؟ لم أكن مستعدا لفعلها. ما هو العنوان الذي قد تختاره لتلخص تجربتك في هذه الحياة؟ لا أدري. أظن شخص محظوظ حظي بنعمة الله، كان كريماً معي فمنحني كل ما تمنيت يوماً، وبالمقابل أشعر أن من واجبي أن أبذل ما بوسعي من أجل إخوة البشر وأبذل قصارى جهدي فقط. أنت قدوة لعدد كبير من الشباب في العالم العربي والإسلامي، وهذا الشباب بعضه محبط، البعض يعاني من البطالة، من شؤون معيشية صعبة في بلاده. ماذا تقول للشباب العربي والمسلم؟ نحن البشر أفضل خلق الله، أشرف المخلوقات، والكثير منا لا يدركون كم منحنا الله من إمكانيات، لأن طموحاتنا صغيرة للغاية. طموحاتنا مادية محدودة، ملابس جميلة وسيارات سريعة. نحن بحجم ما نفكر، بحجم أحلامنا. أقول للشباب المسلم، اجعل أحلامك كبيرة. عندما تفكر في نفسك، كلما كانت أفكارك أكبر كلما بلغت العلا. ولا ينبغي للأحلام أن تكون مادية، فإذا ظننت أن السعادة تكمن في تحقيق الكثير من المال فلن تجد السعادة أبداً. السعادة تكمن في مساعدة أناس آخرين، تكمن السعادة في سعادة الروح. عندما تتصل روحك مع الله
فإذا فرح منك ستسعد، وهو يسعد عندما تساعد البشر. كل العظماء في هذا العالم لم يكن تفكيرهم محصوراً في أنفسهم كالأنبياء. لم يأتوا إلى الأرض ليجنوا المال ويشيدوا البنايات، لقد جاءوا من أجل الآخرين، ولهذا ما زلنا نحبهم. They came for other human beings and that's why they are still loved. أحياناً تمضي بنا الحياة إلى مسارات لم نخطط لها، لكننا نحتاج إلى اختيار الزاوية المضيئة والسير نحوها. عمران خان لم يكن سهلاً نظراً إلى جدوله المزدحم، لكنني سأكمل الطريق مترقبة لقاء شخص آخر مع جانب آخر جديد. هذا البرنامج برعاية